عاد إلى وطنه الإمارات خريجاً ليكون من أوائل خريجي الجامعة الأردنية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. هو وكوكبة من شباب هذه الدولة الفتية، فكان الدبلوماسي والخبير المالي يسكنه إيمان راسخ بأهمية العمل الخيري ليكون عضو مجلس الأمناء في هيئة آل مكتوم الخيرية. أحب جامعته فكان وفياً لها، ولم تخلو أحاديثه يوماً منها ومن ذكرياتها. نتشرف الآن بدعوة سعادة السيد ميرزا الصايغ الرئيس الفخري لرابطة خريجي الجامعة الأردنية لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي سمو الشيخ هيان بن مبارك آل هيان وزير الشباب والثقافة وتنمية المجتمع، سعادة الدكتور خليفة طراونة رئيس مجلس الأمناء في الجامعة الأردنية الموقرة، سعادة الأستاذ السفير نايف الزيدان سفير المملكة الأردنية الهاشمية وحرمه الحصون السيدة جدل الهنداوي، السادة الضيوف الأفاضل، إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما طلب مني أن ألقي هذه الكلمة أمامكم ترددت كثيرا لسببين. أولهما أن ذلك شرف كبير لا أستحقه، والآخر فقد يكشف هذا الخطاب ما جاهدت على إخفائه من المستور، ويبقى الشيب وسنين العمر أولهم. أيها السادة والسيدات الحضور الأفاضل، لقد وطأت أقدامنا أرض المملكة الأردنية الهاشمية في 4 أكتوبر في سنة 1967 بعد حصولنا على الثانوية العامة من منهج دولة الكويت الشقيقة، ووجدنا البلاد وقد خرجت من أتون الحرب العربية الإسرائيلية، وقد فقدت جزءا عزيزا من أرضها وشهدائها، ولكننا وجدنا عندهم ملكا لا يستهان بقوة عزيمته ولا بشدة شكيمته، وكيف لا وهو سنين الأسرة الهاشمية الشريفة، فقد آل على نفسه أن ينهض ببلاده من كبوتها ويقيل عثرات قومه، فجاب المعمورة طولا وعرضا يحمل هموم بلده، وفاز باحترام العالم إلى أن لقي بارئة، وآلت الدركة إلى نجله الشاب وعضيده الأمين، فحمل الرسالة وأدى الأمانة بشرف وإباء، متسلحا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. فكان جلالة الملك المفدى عبد الله بن حسين خير خلف لخير سلف. إن العلاقة الوثيقة التي ربطت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جنته وغمرهم بشبابيب الرحمة والغفران، لهو مثال واضح على عمق الصداقة التي ربطت هذين الزعيمين الخالدين. وقد كان لزيارة الشيخ زايد رحمه الله للجامعة في عام 69 الأثر الواضح على تنمية العلاقة الأردنية الإماراتية بعد ذلك، ولنا عظيم الثقة في أن ما يربط صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بأخيهما صاحب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ما يوازي ذلك الإرث العظيم للنهوض بالعلاقة الإماراتية الأردنية إلى آفاق أرحب وأوسع. نزلنا أرض عمان العزيزة ونحن نحمل هموم بلادنا التي مزقها المستعمر، وكل مأربنا تلقي العلم والتسلح بالشهادة
التي طالما حلمنا بامتلاكها أثناء سنين الدراسة لكي نساهم بجد واجتهاد في رفعة بلدنا ورقي شعبنا. ولم تمضي إلا فترة بسيطة حتى تهللت وجوهنا بشرا وفرحة، فقد أعلن الإنجليز عن نيتهم سحب قواتهم من شرق السويس، فسارع رحمهم الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وأعلن النية لإقامة اتحاد الإمارات العربية المتحدة في فبراير 68. وأدركنا يومها أن تحت لهيب الصحراء تنبض قلوب آمنت بوحدة بلدها، وكان لها ما أرادت، وسرعان ما التف حولها أصحاب السمو الحكام ومدوا لها يد المحبة والولاء ليعلن عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971. وعادت هذه الكوكبة الصغيرة من الطلاب لينضموا إلى الرعيل الأول الذي أسس وزارة الخارجية في بلدنا العزيز، وعددهم لا يزيد عن 30 طالبا في ذلك اليوم. ونحن إذ نشهد هذا اليوم الآلاف من خريجي الجامعات المواطنين لا يسعنا إلى أن نقف فخراً وزهاء لتلك المنجزات ومن وقف وراءها، وأخص بالذكر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. إخوتي وأخواتي، إن الجامعات معنى وفكرة ورسالة نفذت إلى صميم السلوك في حيوية دافقة جعلت منها وعاء عريضا للفكر المتقدم، واستمدت مناهجها من واقع ما تستهدف الإنسانية لمعالجة مشاكلها وتطوير واقعها في ربط محكم يقود إلى تحديد الهدف من الفكرة التي نريد إيصالها للطالب في عزيمة صادقة وإخلاص متنامي. وخاطب الآن جموع الخريجين المتواجدين فأقول لهم بالعلم والعلم وحده تبني الناس بلدانهم ومجتمعاتهم، فقد هيأ الله لكم سبل الخير في ظل هذه الدولة الرشيدة، ومن الله علينا جميعا بنعمه الوفيرة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظها ويقيها من كل شر، ويحفظ حكامنا الأفاضل ذخرا وأملا لنا ولأجيالنا المقبلة. إنما ينبغي تقديمه لطلابنا لا يقتصر فقط على ما يقدم لهم في قاعات الدراسة أو المعامل في إطار المناهج الدراسية المعتمدة، ورغم أهميتها إلا أننا نقترح جوانبا أخرى لنمو الطالب الجامعي، سواء كان منها جسمانيا أو نفسيا أو عاطفيا أو عقليا، لمواكبة حاجات الشباب بعد مراحل التعليم الجامعي. فلنعمل جميعا كيد واحدة لبناء هذا المجتمع وتسليم الراية إلى من سيأتي بعدنا. وعلينا أن نتذكر الجامعة التي رأت أفئدتنا وشدت عزيمتنا وقوت سواعدنا، فلها الشكر كل الشكر. وأبدأ بنفسي أولا وأقول إنني قد زرت المكان الذي ترعرعت فيه وتنقلت في أروقته، ولي فيه من الذكريات الحلوة تحت أشجار السرو والصنوبر، حيث نكسر سوية مع الرفاق جية وذهابة في أثناء الفسح بين الحصص على أنغام ربابة عبد موسى وميسون الصناع، أو عندما تتشابك أيدينا في حلقات الدبكة في أحراش الميمين وجرش، وعندها نرؤوا بأفئدتنا البريئة إلى المستقبل الموعود من خلال جبال الجبيهة والصلد وصويلة وجبل عمان وإربد. وكلنا أمل أن تتبوى جامعتنا العريقة مكانها المرموق في ساحات العمل الأكاديمية في العالم. وقد تشرفت في زيارتي الأخيرة بلقاء الرئيس خليفة الطراونة، وتعهدت له بدعم أنشطة الجامعة وطلابها، وهانذا الآن أعلن عن التبرع بمبلغ 50,000 دينار أردني لصندوق الطالب.
إضافة إلى مبلغ 100,000 درهم لصندوق الرابطة الجديدة إيمانا بدور الجامعة ورسالتها. وأثناء تواجدنا بالجامعة تعرفنا على المرحوم الشاعر يعقوب الرشيد سفير الكويت آنذاك في عمان، وأستذكر أنه كان لنا بمثابة الأب الحنون والأم الرؤوم لنستهدي بنصائحه القيمة وإرشاداته الثمينة، وأقتبس من ديوانه دروب العمر هذه القصيدة: قد عدت يا وطني ولست بسائل عن سؤدد إن لم يكن بسماك، خلفت ما كان يصبو نحوه غيري ولم أشغل بغير حماك، فهناك في قلبي يسده الوفا فتراه لم يخفق بغير هواك. أنا ما عرفت النوم أحلى زورة في العين منه بغير ظل رباك، فتمتعي يا نفس واخطر يا هوى فالحب لم يزر بغير فراك. أسأل الله العلي القدير أن يكلل جهودكم جميعا بنجاح والتوفيق، وأن يحفظنا قيادتنا الرشيدة في بلدنا العزيز ذخرا وشرفا وكرامة، والسلام عليكم.